أنا قبل شهور معدودة كنت في زنجبار تنزانيا في مؤتمر علمي هناك، وكان من طبعا يعني كان العلماء والمفتون ورؤساء المراكز الإسلامية من الشرق الأفريقي بأكمله، من عدد كبير جدا من الدول. لكن ممن سعدت بهم وانعقدت بيننا وبينه بعد ذلك مودة كبيرة سماحة المفتي أبو بكر بن حسين جمل الليل، مفتي جمهورية جزر القمر. سماحة المفتي هو مفتي وعالم بالشريعة، وكان وزيرا لخارجية بلاده ورئيسا للهيئات القضائية في بلاده، وكان يقول لي أنا صديق السيد عمرو موسى لما أن كان أمين عام جامعة الدول العربية. وفي صورة يعني نقدمها للمشاهدين للفقير مع هذا السيد الجليل، وجبنا صورة لجلالة السلطان علي بن عمر المسيلي برضه على الشاشة عند السادة المشاهدين. الحال اللي احنا بنوصفه لسيادتك ده مؤشر بنقول من خلاله انه يا جماعة تعرف سيادتك العجيب اللي اختم بيه، كان من الوجهاء في جمهورية جزر القمر الإمام الكبير الحبيب عمر بن أحمد بن سميط. احنا لما كنا في جزر القمر حضرنا مؤتمر مئوية والده الحبيب أحمد بن أبو بكر بن سميط مرور 100 سنة على وفاته، وتولى القضاء مع 7 من سلاطين زنجبار، يعني محل الثقة عند الخاص والعام، وهو فقيه البلد ومقرئ القرآن في البلد وولي البلد، زرنا ضريحه وزرنا قبته. ابن الحبيب عمر بن سميط انتقل إلى جزر القمر فعظمه شعبها ورئيسها، لحد ما إلى الآن تطبع صورته على العملة الرسمية للبلد. وادي قدام المشاهدين اهو صوره من عمله جمهوريه جزر القمر عليها صوره الحبيب عمر بن احمد بن سميط. اللي احنا بنحكيه ده معناه ايه؟ معناه انه في اعماق في العمق الافريقي، في ابعاد وتراكمات لابد لينا احنا كمصريين ان احنا نفك طلاسمها ونستوعبها ونشوف دورنا احنا اللي احنا عملناه فيها، ونشوف المفتاح اللي نقدر نقدمه للاشقاء هناك، وما الذي ينزل على قلوبهم بردا وسلاما ويشعرهم انه المصريين لا يقصرون معهم ويبذلون غايه الوسع في الاكرام منذ ان خرجنا السلطان علي بن عمر المسيلي الى اليوم، نحن نمد ايدينا الى الاشقاء هناك، وهذه كلها طبعا سلسله من الرجال الذين صدقوا. الرساله وصلت تماما.